السلام عليكم اخواتي، كنتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبافضل الاحوال وبصحه جيده. اليوم غنتشارك معكم الطريقه ديال تحضير حريشات كيجيو مفقعين ولذاذ، وكنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، فبقاو معايا على بركه الله وباذن الله ينجحوا معكم من التجربه الاولى. والمكونات اللي غنحتاج باش نحضر الحريشات: عندي نص كيلو ديال السميده الرقيقه، السميده اللي كنحضروا بها الحرشه، عندي نصف كيلو، ممكن يخصكم شويه وممكن يكفيكم نصف ديال الكيلو، عندي جوج ديال الخمائر ديال الحلويات او البيكينغ باودر، وعندي واحد يوغور من فئه 110 غرام، وعندي هنايا معلقه كبيره ديال النوافع، حبه حلاوه مع النافع، وقبيصه ديال الملح، وبيضه واحده، وعندي كاس ديال زيت نباتيه الا واحد سنتيم، الكاس ديال العنبه كيكون عامر خاصو غير واحد سنتيم، وعندي كاس ديال سكر سنيده حتى هو خاصو واحد سنتيم، وعندي هنايا او 100 غرام ديال سكر سنيده، وعندي واحد الكاس ديال العنبه عامر بالبرتقال، بالعصير ديال البرتقال اي العصير ديال المندارين، فنستغلوا المندارين هذا الوقت فهو متوفر، نستغلوه ونحضروا به الوصفات. ودابا نبداو على بركه الله، ودابا نبدا على بركه الله. بسم الله، غنوضع البيضه ونضيف القبصه ديال الملح، ونضيف سكر سنيده، ونضيف زيت نباتيه، ونضيف العصير ديال المندارين، وغنضيف النوافع، فغنضيف كلشي في خطره واحده. طريقه سهله مهله، صافي نخلط، نخلط العناصر ديالي مزيان، صراحه الحريشات كيجيو زويونين، فحضروهم لوليداتكم فهما صحيين. الطريقة ديال التحضير فهي سهلة مهلة، صافي نبدا، نضيف السميدة الرقيقة بالتدريج، صافي انا وضعت النصف ديال الكيلو كامل، وغنضيف الخمائر ديال الحلويات في الاخير، صافي نخلط الخليط ديالي، صافي دابا غنغطيه ونخليه واحد العشرة ديال الدقائق حتى لربع ساعة باش يتشرب السوائل اللي فيه، ونرجع معاكم. ودابا على بركة الله نبداو نشكلو الحريشات، فكتشوفوا الخليط ديالكم واش ممكن تشكلوه، فهو كيبقى شويه كيتلاصق، صافي ها هو تشرب. غنبدا على بركه الله نشكلوه، فالا ما تشربش ليكم السوائل صافي كتضيفوا واحد شويه ديال السميده وتخلطوه وعاد تبداو تشكلوه. والحجم ديال الكرات كيبقى لكم اختياري، كبروا الحجم ديال الحريشات او تصغروه على حسب الرغبه ديالكم. صافي عندي شويه ديال السميده الرقيقه، وغنبدا نفند الكره ديال العجين
صافي ونوضعها في اللاطه ديال الفرن اللي هي مفرشه بورق الطبخ، او ممكن غير تدهنوها بالزيت النباتيه وترشوا عليها شويه ديال السميده. صافي نستمر بنفس الطريقه. صافي كنشكلهم بهذه الطريقه ونوضعها في اللاطه ديال الفرن. صافي كنفندوها بالسميده باش ما نطولش عليكم. نستمر بنفس الطريقه حتى نسالي الكميه كلها اللي عندي ونرجع معاكم. ودابا غندخلهم للفرن مسخن من قبل على عافيه مهيله، والنار تكون على الوجه ديال الحريسات باش يتفقعوا. صافي حتى يتفقعوا نردهم للفوق حتى يطيبوا ويتحمروا ونخرجوهم. وهذا هو الشكل النهائي بعد ما طيبت الحريسات كيف ما كتشوفوا معايا. بصراحه كيجيو مفقعين وكيجيو زويونين. هذه هي الكميه اللي عطاتني نص كيلو اللي قدمت معكم ديال المقادير. كيف ما كتشوفوا بصراحه كيجيو رائعين، فغير جربوهم. فانا متاكده الا جربتوهم غادي يعجبوكم كيف ما كتشوفوا معايا. بصراحه جاوا روعه روعه. ودابا غنقدمهم في الطبق ديال التقديم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحريسات. ودابا غنقسم معكم وحيده، كيجيو بهذا الشكل صراحة كيجيو رائعين ولذاد، فهما كيجيو مقرمشين شوية من على برا وطريين من الداخل. بصراحة كيجيو ولذاد. هذا هو الشكل النهائي ديال الحريسات، فجربوهم بصحتكم وراحتكم. وأي حاجة ما واضحاش، أي حاجة ما مشروحاش في الفيديو خليوها ليا في التعاليق. إلا عجبكم الفيديو فضغطوا لايك واشتركوا في القناة وبارطاجيو لا فيديو باش تعمل فائدة. ودابا كنقول لكم إلى فيديو قادم إن شاء الله.